السلام عليكم ورحمه الله. بون، اليوم جيناكم باش نعطيو لكم كيفاش نبريباريو المشلوش فيت في مشلوش قسم ثاني فيت في. بروميرمون نبداو نحطو شويه ما ورد على المشلوش تاعنا، كتوش بزاف باش ما يجيش بزاف الواحد تاعنا قاصح. نخلطوه شويه بيدنا بيان سور باش ندخلو مليح الما ورد في المشلوش تاعنا. نخلطوه مليح بون نشتي نوتيليزي يدي نخلطو مليح المشلوش تاعنا. و بيان سور يبقى الماء ورد سي سو لا كونتيتي تاع المشلوش اللي حديرهم. كيما تشوفوا هنا انا ما درتش اون كونت كونتيتي، درت جوست اون كونتيتي صغيره. ابري ما ندخلو فيه مليح الماء ورد نحطو المشلوش تاعنا الفرن. هنا كيما انا نشوفو هنا نحطو المشلوش تاعنا يفور مليح. بون في هاد ليتاب كي توصل المشلوش تاعنا ندير هاد لافابور نحسبو ابيخي 6 مينوت ولا نحيو المشلوش تاعنا. في هاد الوقت نوجدو العسل تاعنا. انا لهنا درت مام باكاس نحطه يسخن شويه العسل تاعنا بيان سور. من بعد ما يسخن العسل تاعنا نحطه له الزبده، ندوبو فيه شويه زبده. كما قلت لكم لا كونتيتي سي سيلو لا كونتيتي تاع العسل اللي حديروها ولا كونتيتي تاع المشلوش. دوبو الزبده مليح في هذاك العسل تاعنا كما رانا نشوف. من بعد نحطو بشويه نسقيو المشلوش تاعنا بشويه وعينكم ميزانكم. تاني لا كونتيتي تاع العسل اللي نحطوها سا ديبون، عينكم ميزانكم باش ما يجيناش بزاف بزاف الحلول هذاك المشلوش. نفرسيو عليه بشويه ونخلطو مليح حشاك فوق. بعد ما خلطنا مليح نزيدو له شويه جوز، انا قصيتو اون بتي مورسو ونخلطوه مليح معاه. ومن بعد نقدموه بشويه جوز وبيان سور البينا بيان سور. بالصحه لهنا ان شاء الله.